أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة. سورة قارعة مكية لمكة نازل بيه وي 11 آية يانزد آية تفسير معناوي أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خدائك الرحمن الرحيم. القارعة قيامت. ما القارعة چي قيامت؟ وما أدراك ما قيت نزن يا محمد. ما القارعة چي قيامت؟ يوم رجع قيامتي يكون الناس دبي إنسان كالفراش المبثوث وكويد وشكاك جاباتي وچراندني وتكون الجبال دبي چيا كالعهن المنفوش وكوي هرياك جاباتي وچراندني بهاواكتي. فأما من هجك أو كسك ثقلت قرامبه موازينه ترزيا خير ويد رجع قيامتي دا فهو فيا في عيشة ده حياتك راضية راضي داية. وأما من هجكو كسك خفت سفك بترجى خيري وي موازينه ترجى ودروجى قيامته دا فأمه دياوي هاوية هاوية. وما أدراك ما قيت نزن يا محمد. ما هي چي هاوية؟ نار حامية آقرك برقرم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. سورة القارعة المكية نازل وهي 11 آية تفسير معناوي أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خدائك الرحمن الرحيم. القارعة قيامت. ما القارعة چي قيامت؟ وما أدراك ما القارعة ما تنزن يا محمد چي قيامت؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث او روجا قيامتي انسان دو وقت دو شكا كجاباتي بچراندني بلابوية. وتكون الجبال دبن شياك الاحن المنفوش وكوي هرياك جاباتي بچراندني بهواكتي. فأما من ثقلت موازينه هرچكا وكسي قرام بالترزيا خيري ودروجا قيامتي دا فهو في عيشة راضية او دا حياتك راضي دايا. وأما من خفت موازينه هرچكا وكسي كترزيا خيري ويستفق به فأمه هاوية دياوية هاوية. وما أدرك ما هي تنزني چياوية يا محمد؟ نار حامية آقركي برقرم. سورة قارعة لما كهي نازل بي 11 آية تفسير معناوي أبا. بناوي خدائك الرحمن الرحيم. قيامات چي قيامات تنزني يا محمد چي قيامات؟ روجا قيامات دبي إنسان وكويد دوشكاكو جاباتي وچرانين بلابوية دبن چیا وکوی هریا کو جواتی چنان به هوا کتی هرچی که او کسی کو گرام به ترزیا خیری وی اویاد حیات کی راضی دای هرچی که او کسی سفک به ترزیا خیری وی دیاوی هاویت تنزن هاویت چی آگر کی پر وید کم. سورة التکاثر. سورة التکاثر مکیه تن مکیه نزویه 8 آیت 8 آیت تفسیر معنوی ابه. بسم الله الرحمن الرحیم. بناوي خدائك الرحمن الرحيم. ألهاكم هن مشغول كرن جتاعة عبادة قد جعل التكاثر قرتيا ببربونا مال أولاد حتى زرتم المقابر حتى هن مرن كتن مزلا كلا نوري سوف باشي تعلمون هن زنب ثم بشكي كلا نوري سوف تعلم باشي هن زنب كلا نوري لو تعلمون اگر كو الزانبانا علم اليقين الزانبونك بيقيني لترون الجحيم هوني ببين جعنم ثم بشي لترون هوني جعنم ببين عين اليقين بشافك يقين ثم بشي لتسألن والله اجوابي سؤال كريني يومئذ روجا قيامتي عن النعيم نعمتك خذ تعالى دايوا. سورة التكاثر مكية وهي 8 آية. سورة التكاثر لما كان نازل بها 8 آية تفسير معناوي أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خدائك الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر هون مشغول كرن جتاعة عبادة قضي تعالى قرتيا ببرمونا مال وأولاد حتى زرتم المقابر حتى هون جن ومزل خجمارتن يا حتى هون مرن كاتن مزل دم معنا لذكبه. كلا سوف تعلمون نوري باشيوني زانبن ثم كلا سوف تعلمون تشتي ديسا نوري باشيوني زانبن كلا لو تعلمون علم اليقين نوري اگر كوا زانبنا زانبونك بيقيني
لترون الجحيم والله يوني جهنمي ببينن ثم لترون عين اليقين بشتي والله يوني جهنمي بشعبك يقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بشتي والله اجوبي سؤال كرين نعمتك وخذ تعالى دائما سورة تكاثر لما كي نازل بي حشت آية تفسير معناوي أبا بناوي خدائك الرحمن الرحيم هون مشغول كرن شتاعت عبادتي خذ تعالى قررتيا بربنا بمال وأولاد حتى هون مرن هون كتن مزلا يا حتى هون جنوى مزلا خج مارتن نور رأي باشي هون زانب تشتي نور رأي باشي هون زانب نور رأي اگر كوا زانبنا زانبني كي بيقيني والله يوني جهنمي ببينه تشتي والله يوني جهنمي ببينه بچعبك يقين تشتي والله اجوا بسؤال كرني الروجة قيامتي نعمتك وخذ تعالى دانوا صدق الله العلي العظيم.